مساء الخير، أنا توتا من قناة توتا خير. اليوم بنكمل الفيديوهات عن الكتابة واستخدام الخطوط. هاي في لوحة التصميم في جهاز كريكت ميكر. حيكون في سلسلة من الفيديوهات القصيرة لعمل تصاميم بالخطوط والأحرف. ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس واعملوا لايك للفيديو إذا عجبكم. نفتح البرنامج ونبتدئ مشروع جديد. نضغط على الحرف T وهي الكتابة، بيظهر مستطيل بالأعلى. في الفونت أنواع الخطوط والستايل، في أنواع مختلفة من الخطوط. نكتب الكلمة في الأسفل، بكتب اسمي توتا قير. نختار أي نوع من الخطوط. توجد خطوط مختلفة بعدها خاصة بالجهاز، هي الخطوط اللي موجودة عندي على في الجهاز، أو خطوط هذه هي الخطوط الخاصة بجهازي، أنواع مختلفة. في طريقة لتحميل الخطوط إن شاء الله بيكون في فيديو كامل عن من فين نحمل الخطوط. أما المجموعة الثانية هي الخاصة بجهاز كريكت، وفي لها أسعار معينة. إذا كان عندك اشتراك ما بتحتاجي إنه تدفعي لي الخطوط. فمجرب خطوط مختلفة، فعندنا في خطوط على شكل رسومات، خطوط عادية، خطوط كتابة للكتابة فقط، في خطوط للقطع وهي للقص. فمنختار من بين الخطوط المختلفة. هذا هو الريجولر، هو الخط العادي. نجرب خط ثاني. نفس الشيء، هو خط عادي وللقطع أو القص. هنا بيظهر إذا كان نحتاج إنه يكون الخط مائل أو يكون خط الكتابة تكون كبيرة، خط ثخين. أو ممتلئ من الداخل أو خط مفرغ. نكتب الاسم بطريقة جديدة. نكتب توتا في الأعلى، وفي الأسفل نكتب قير. بنحدد الاسمين مع بعض ونعمل ترتيب، ممكن يكون على اليسار أو في الوسط أو على اليمين. مرة ثانية بالنسبة للاسم، ممكن نعمل ان جروب للصف نفسه، يعني كل صف يكون لحاله. ممكن نجمعهم مع بعض ونعمل جروب مرة ثانية. فإذا بيتحركهم بيتحركوا الاثنين مع بعض. بنعمل نسخة تانية من الكلمة، بنضغط على دوبليكيت، هي مضاعفة، بتضاعف الكلمة اللي موجودة عندنا، بيكون في منها نسخة تانية بنفس الحجم ممكن نلغيها. لتصغير الاسم أو تكبيره بنستخدم من شريط الأدوات اللي هي فونت سايز.
نقدر نكبر الاسم أو نصغره بتغيير العدد اللي موجود للأعلى أو للأسفل. في طريقة ثانية عن طريق السهم اللي موجود في اليمين في الأسفل، نقدر نكبر الكلمة أو نصغرها. من شريط الأدوات نقدر نغير المسافة اللي موجودة بين الحروف، نكبرها أو نصغرها. ممكن نغير المسافة عن طريق أنه نعمل أن جروب وتفضل كل كلمة لوحدها أو كل حرف لوحده، وده بيساعد أنه نقدر نحركها ونغير مكانها. نتراجع، نرجع للاسم الأول، لقلب الاسم ممكن نقلبه للأعلى للأسفل. نعمل مرر، هي نغير اتجاهه. وهذه الطريقة بنستخدمها إذا مثلا بنطبع أو بنكتب الاسم ونطبعه على جزء معين أو على مثلا كرتون أو صندوق، فنحتاج إنه نحصل على الجزء العكسي. Edit نفسها بنستخدمها إذا بنغير أي شيء على الكتابة. من شريط الأدوات ممكن نعمل تدوير، بنغير الأعداد اللي موجودة على حسب الدرجة، ممكن 45 90 درجة أو أي عدد ممكن ندوره، أو ندوره على عملية التدوير اللون الأزرق اللي موجود على اليمين في الأعلى. لعمل تصميم جديد من الكلمة الموجودة، بنعمل فصل للصفين عن بعض، بنعمل تحديد للكلمتين توتال وحدها، وبنفصلها نعمل لها ان جروب توتال وحدها وغير لوحدها. في منحنى كيرف اللي موجود في الأعلى، من نرفعها للأعلى أو للأسفل، جهة اليمين أو اليسار بيرفعها للأعلى أو للأسفل، في اتجاه بالسالب واتجاه بالموجب، جهة اليمين للأسفل باتجاه اليسار للأعلى. ممكن نعمل شكل وتصميم من الكلمتين، نرفع واحدة للأعلى وواحدة للأسفل. واحدة بتكون بالموجب وواحدة تكون بالسالب. ممكن نعمل تصاميم كثيرة وأشكال مختلفة باستخدام الكيرف، باستخدام التباعد بين الحروف.
كل ما نجرب مرة ورا مرة راح نعرف نعمل التصاميم وبطريقة مختلفة وجميلة جدا. نعمل التاج للكلمتين مع بعض، نقدر نحركهم ونغير اتجاههم من مكان لآخر. في طريقة ثانية لفصل الأحرف عن بعض على البعض من شريط الأدوات في الأعلى، في موجود من مور، بنختار أنجروب لترس وهي الحروف، نفصل الحروف عن بعضها البعض، نقدر نفصلها، نغير مكانها، نقربها البعض أو نبعدها، ونكون منها شكل جديد. ممكن من نفس الحروف نعمل خطوط بطريقتنا الخاصة، نتغير شكل الكلمة فنعمل لها جروب حتى تكون مرتبطة ببعض، جروب أو أتاش. إذا بقصها فلازم أعمل لها جروب حتى تكون كلمة واحدة أو جملة واحدة، بقدر أحركها وأضعها في أي تصميم. تعرفنا بطريقة مبسطة عن الحروف والخطوط في لوحة التصميم، بيكون الشرح أوضح إذا دمجت بين الأشكال والخطوط والحروف لعمل تصاميم معينة. فما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى توصلكم الفيديوهات الجديدة، وشكرا لكم.